أن يتم الانفتاح والتعاون مع السودان. ومن بالمقابل كانت هناك سوزان رايس وبعض الأطراف في مجلس الأمن القومي الأمريكي ترى بضرورة تجديد. انتهجت الإدارة الأمريكية الأمر لأنه لا يختلف مع مبدأ أوباما اللي هو عندنا مبدأ بوش كان يقوم على الضربة الاستباقية، مبدأ الاستباق. مبدأ أوباما يقوم على ما يعرف بالمسار المزدوج، أي أن يكون هناك ضغط وهناك تعامل. يعني العقوبات أوباما جددها لكنه استمر في التعامل. إذن ما زال الخط التناقض هو متوقع وموجود. غريشن سوف يسعى إلى ترتيب الأمور بشكل واقعي، والتصريحات المتشددة في المقابل التصريحات تدعو إلى تأجيل لا يتجاوز شهر كما عرفنا. طيب أستاذ عمر بسان في الخرطوم، أعود إليك مرة جديدة. مجموعة كارتر المراقبين الدوليين في السودان ينتظرون اعتذارا من الرئيس عمر البشير لمواصلة عملهم، هل سيعتذر الرئيس بشير لهذه المجموعة؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بعمر بسان. سيد أحمد عيسى، أشارك في مع اتصال. فأنا لا أحسب أن الرئيس البشير سيعتذر، باعتبار أن المؤتمر الوطني هم يتعاملوا مع المراقبين بشكل من أشكال الحكمة والموعظة، باعتبار أن التصريح اللي صدر من الرئيس البشير هذا الأمر كان متروك للمفوضية، وليس هو كرئيس وهو مرشح وبمثابة انه احد المرشحين لرئاسه الجمهوريه. طيب. ليس لديه الحق في انه يتخذ القرار، هو القرار ده متروك للمفوضيه. استاذ احمد عيسى اسمح لي، يعني ساسالك حول هذه النقطه التي تثار كثيرا من اول يعني المرحله التي رشح فيها السيد ياسر عرمان وسحب الترشيح ونظريه الصفقه. يعني لنكن واضحين، الحديث عن صفقه تجري تحت الطاوله بين المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه، انسحابات جزئية للحركة الشعبية تسهل إجراء الاستفتاء بسهولة ويسر وتؤكد الواقع القائم. هذا التحليل ليس وليد جهة معينة أو جهتين، هو محل يعني شبه إجماع من المحللين. كيف يمكن دحض هكذا تحليلات إن كانت غير واقعية؟ الأمر مسألة الاستفتاء هو مرتبط ومسألة جوهرية في الاتفاقية بتاع السلام الشامل، وهو احد الاسباب اللي ادى للوقف بتاع الحرب في جنوب السودان واسرع واستعجل للعمليه السلام. فلذلك هي مساله جوهريه لا يمكن لاي طرف من الطرفين يتراجع او يساهم في الانتقاد او تراجع عن المساله بتاعت الاستفتاء، لانه ده حق اصبح مشروع دون الحرب. فلذلك ليس البشير او المطار الثاني ليس لديهم الحق في انه هم يعني يكون المساله بتاعت الاستفتاء كانه اعطاء منهم، والمسألة بتاعت الاقتصادية بتاعت انه يكون في صفقة. أستاذ أحمد عيسى القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان من الخرطوم، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أشكر أيضا أبو اسكندر السوداني الكاتب والمحلل السياسي كان معي من دمشق، وعمر بسان القيادي في حزب المؤتمر الوطني كان معنا من الخرطوم. إذا خروج ملتبس واستحقاق تائه، كان هذا موضوع المحور الأول من تحت الضوء. فاصل قصير وتوفيكم الزميلة جيهان عبد النبي بالمحور الثاني، إلى اللقاء.